نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفيها يعني الحوثة لا بارك الله فيهم يعني قاموا بزرع الألغام في مناطق مدنية. هيومن رايتس ووتش تتهم الحوثيين وقوة صالح باستخدام الألغام الأرضية المحرمة دوليا لقتل المدنيين وتشويههم. موغريني تؤكد أن بريطانيا ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي لدى خروجها منه، وتسريبات حول نية ماي وقف حرية دخول الأوروبيين إلى بريطانيا ضمن حملتها الانتخابية. لوبان تجدد أمام أنصارها خطابها المعادي للهجرة، وترقب لمناظرة تلفزيونية تجمع هذه الليلة مرشحي الرئاسة الفرنسية الأحد عشر. أهلا بكم. نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستخدام الحوثيين الألغام الأرضية في الحرب الدائرة في اليمن، وقالت أن هذه الألغام خلفت نحو 988 مدنيا بين قتيل ومشوه ومعاق، كما أنها منعت العديد من النازحين من العودة إلى ديارهم منذ عام 2015. ولا بعضهم بتقطع رجولهم كامل. هؤلاء ليسوا جنودا يمنيين او عناصر ميليشيات، هم ليسوا سوى ضحايا الالغام الارضيه التي زرعها الحوثيون في المناطق المدنيه. تقول منظمه هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد لها ان الحوثيين المتحالفين مع قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح زرعوا الالغام الارضيه فيما لا يقل عن 6 محافظات منذ مارس اذار 2015، عندما اطلق التحالف العربي الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه حملته العسكريه ضدهم. المنظمة بثت في شريط مصور لها شهادات بعض ضحايا الألغام الأرضية. يعني الحوثة لا بارك الله فيهم يعني قاموا بزرع الألغام في مناطق مدنية يعني يضر بها الناس المدنيين، ما يضر بها الناس العسكريين. المنظمة حددت بعض المناطق المتضررة من الألغام الأرضية، وذكرت أن أجزاء من عدن تحوي تربتها ألغاما مميتة، بعضها انفجر مصيبا عائلات بأكملها. حادث انفجار سيارة بها 2 أطفال والزوج والحرمة، انتهوا الزوج والأطفال انتهوا بقية الحرمة، أجسام مقطعة هنا يسار يمين. تم اكتشاف ألغام أول نفس الوقت، تم اكتشاف 3 ألغام فردية ولهم دبابة. تظهر الصور فظاعة الجريمة التي ترتكب بحق المدنيين، وضع سيعاني منه اليمنيون لسنوات قادمة، فالضحايا الناجون يحتاجون إلى مراكز تأهيل ورعاية ودعم نفسي، وهي أمور يصعب توفيرها في ظل الصراع الدام هناك. المنظمة في تقريرها أكدت أن الدولة اليمنية صادقت على معاهدة حظر الألغام عام 1997، وطالبت جميع أطراف النزاع بالالتزام بحظرها وعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف. وإلى أن يتحقق هذا الالتزام يبقى الأبرياء عرضة لألغام أرضية لا تفرق بين مدني وعسكري، هي فقط تسلب حياة من يدوس عليها. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن بريطانيا ستخسر أكثر من الاتحاد الأوروبي جراء قرارها الخروج منه. وقالت موغريني خلال زيارة للعاصمة الصينية بكين إن المفاوضات ستكون صعبة، وأن البريطانيين سيتعين عليهم تفكيك انتمائهم إلى المجموعة الأوروبية. أخشى أن أصدقائنا البريطانيين سيخسرون أكثر منا، لأنني كما أوضحت فإن الاتحاد الأوروبي حتى بعد خروج بريطانيا سيبقى السوق الأول في العالم وثاني أفضل اقتصاد في العالم. على سبيل المثال، هناك من يشير إلى موضوع الأمن والدفاع. صحيح أن المملكة المتحدة هي لاعب ذو صلة بالأمن والدفاع، إلا أن المساهمة التي تقدمها المملكة المتحدة لعملياتنا العسكرية لا تزيد عن 5%، لذلك نستطيع أن نعيش دونها. في غضون ذلك، استقبلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في مقر الحكومة رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، وأجرت معه مناقشات بشأن عملية خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وأبلغ تاجاني رئيسة الوزراء البريطانية بالقرار البرلماني الذي يحدد أولويات الجهاز التشريعي الأوروبي خلال المفاوضات القادمة.
وتأتي زيارة تجاني للندن قبل أيام من انعقاد القمة الاستثنائية في بروكسل لمناقشة موضوع خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 من الشهر الجاري. وفي وقت سابق اليوم نقلت صحيفة ديلي ميل عن مصادر في حزب المحافظين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستقطع وعدا رسميا قبيل الانتخابات العامة في 8 يونيو حزيران بوقف حرية دخول البلاد في وجه القادمين من الاتحاد الأوروبي. وأشارت الصحيفة إلى أن ماي ستتعهد في برنامجها الانتخابي بالخروج من السوق الأوروبية الموحدة ومن محكمة العدل الأوروبية. من جهته تعهد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين بالقضاء على نظام سياسي واقتصادي متلاعب على حد وصفه. كلام كوربين جاء في مستهل حملته للانتخابات العامة المقررة في 8 يونيو حزيران المقبل. وقال كوربين إن هذه الانتخابات ستكون بين المؤسسة والشعب، وإن القواعد القديمة التي وضعتها النخب السياسية والاقتصادية لم تعد مناسبة. كما أكد كوربين أنه لن يلعب بهذه القواعد إذا تم انتخاب حكومة من حزب العمال. يترقب الفرنسيون مساء اليوم لقاء المرشحين 11 للانتخابات الرئاسية في برنامج تلفزيوني قبيل 3 أيام من توجههم إلى صناديق الاقتراع. من جهتها شددت مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية مارين لوبان جددت خطابها الأمنية المعادية للهجرة غداة إعلان إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي في فرنسا. وحثت لوبان المتراجعة بصورة طفيفة في استطلاعات الرأي حتى تنصرها خلال لقائها بهم في مدينة مارسيليا على التصويت في الجولة الأولى من انتخابات يوم الأحد المقبل. ترشيحي هو ترشيح الشعب ضد النخب، وترشيح الشعب الحر ضد الإعلام المتحيز، وترشيح فرنسا ضد من لا يؤمنون برؤية ما بعد القومية، وترشيح عودة السلطة الفرنسية. نحن بحاجة إلى إزالة بؤر التعصب التي أصبحت في بعض ضواحينا. نحن بحاجة إلى طرد جميع الأشخاص الذين يشكلون تهديدا أمنيا للبلاد. وعلى أبواب الدورة الأولى من الانتخابات الفرنسية تتنافس استطلاعات الرأي بتوقع اسم المرشح الذي سيفوز بكرسي الرئاسة، لكن أيا كان هذا المرشح فإنه سيتناول خبزا فرنسيا ولكن بيدين تونسيتين من صنع خباز الإليزي الخاص التونسي رضا خضر. المزيد في التقرير التالي لمراسلنا زاهر عمري. وراء هذه الواجهة المتواضعة يختبئ مخبز قصر الإليزي. رضا خضر أو خباز الرئيس فاز عام 2013 بمسابقة أفضل خباز في فرنسا، وأضحى خبزه وفق عرف الجمهورية ضيفا يوميا على مائدة الرئيس الحالي فرانسوا أولاند. خضر ذو الأصول التونسية يعجن الباجيت الفرنسي يدويا وفق وصفة والدته بالماء والملح وبالقليل من السياسة. فخور جدا على الجيل العربي وعندهم فيها الثقة. أهز خبز كل يوم كل صباح للرؤساء اللي جوا من العالم الكل كلوا خبزي، وثم ثقة بيني وبينهم وهم فرحانين بس الخبز فرنسي بشوس العربي يعملوا أحسن خباز في فرنسا حاجة صعبة. هو اللي سمبول. ينضج خبز الرئيس هنا بهدوء فيما تتصاعد حمى الحملات الانتخابية في الخارج. نسأل رضا إن كان سيخبز لمارين لوبين التي ترى بالمهاجرين والعرب خطرا على فرنسا لو وصلت سدة الحكم. مارين لوبين أبوها قال العرب بيأكلوا خبز الفرنسيين، وتوهم الفرنسيين أن يأكلوا خبز العرب. يتأكد رضا من طزاجة خبزه بترون متحفظا عن ذكر اسم مرشحه المفضل، لكنه بالمقابل يكشف لنا عن الفطور الذي سيقدم للرئيس الجديد في أول صباح له في قصر الإليزي. الصباح بكرا الكرواسون لبون شوكولا لبون غيزان لبتي ديجوني حلوان إن شاء الله، وهو أساسا فرحان نزولوا حاجة كويسة ونفرحوا به في القصر. يذكر أن عدد الفرنسيين من أصول عربية وفق إحصاءات غير رسمية يناهز 4 مليون نسمة. بانتظار ما ستسفر عنه الصناديق تبدو السياسة أكثر من أي وقت مضى خبز الفرنسيين اليومي. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، باريس. أعلن الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أنه سيجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف في جنيف يوم الاثنين المقبل. كما أكد دي مستورا كذلك أن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في أي اجتماع ثلاثي في الوقت الراهن.
وقال ديمستورا أن هناك نية واضحة للإبقاء على المناقشات الثلاثية واستئنافها، لكن الموعد والظروف غير ملائمة لعقدها يوم الاثنين. تمكنت فصائل من المعارضة السورية من السيطرة على جزء من حي المنشية في درعا البلد. جاء ذلك بعد اشتباكات مع قوات النظام لفترة طويلة أسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين. كما تمكنت المعارضة من صد محاولة قوات النظام التقدم في حي القابون بالعاصمة دمشق. في غضون ذلك قصفت قوات النظام السوري أحياء دمشق الشرقية بشكل مكثف بالبراميل المتفجرة في محاولة لعرقلة تقدم قوات المعارضة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح باقتطاع أراض ومناطق من سوريا لصالح أي دولة. كما انتقد أردوغان سياسة إيران على وجه الخصوص في العراق، مشيرا إلى أن طهران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية حسب تعبيره. أردوغان انتقد أيضا محاولة تدخل الأوروبيين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي أجري في بلاده الأحد الماضي، واصفا ذلك بممارسة ضغط فاشي على تركيا. إلى الشأن العراقي، حيث أعلنت قيادة عمليات قادمون يا نينوى واستعادة حي الثورة في الساحل الأيمن للموصل من قبل قوات جهاز مكافحة الإرهاب. وقالت القيادة في بيان لها إنها تمكنت من استعادة الحي بعد معارك مع مقاتلي ما يعرف بالدولة الإسلامية أسفرت عن مقتل العشرة منهم. وكانت القوات العراقية قد تمكنت خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي من استعادة الجانب الشرقي للمدينة، ومن ثم بدأت في 19 من فبراير شباط الماضي معارك الجانب الغربي. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة باتجاه سجن عوفر انطلقت من بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة ضمن سلسلة فعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر. وكباقي سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل مصلحة السجون عزل الأسرى المضربين عن الطعام في القسم المعروف باسم القسم 11، والذي حولته إلى مركز للعزل الجماعي عقابا للأسرى على معركتهم ضد ظروف الاعتقال. المزيد مع مراسلتنا في رام الله يرى العمل. تستمر فعاليات التضامن في كل أنحاء الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في يومهم الرابع على التوالي. هنا في مدينة رام الله انطلقت هذه المسيرة باتجاه سجن عوفر العسكري غرب المدينة نصرة لمعركة الكرامة. إلا أن هذه المسيرة قمعت بالرصاص الحي وبالغاز المسيل للدموع باتجاه المتضامنين. هم رصيدنا المعنوي الحي في هذا الوطن، ولا يمكن أن نتركه وحيدا في المعركة، علينا أن نقف إلى جانبه حتى تحقيق مطالبهم العادلة. إذن كما تشاهدون قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملية قمع التظاهرة التي كانت وصلت إلى هنا أمام سجن عوفر غرب رام الله بإطلاقها الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والرصاص المطاطي. أيضا بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد تعامل مع عدة حالات اختناق جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع وأيضا الإصابات بالرصاص المطاطي. الأسرى لا يزالوا يستمرون في معركة الأمعاء الخاوية داخل سجون الاحتلال، ومصلحة سجون الاحتلال لا تزال تقوم بعزلهم في زنازين انفرادية كإجراء عقابي ضدهم ورغم أن مطالب الأسرى في هذا الإضراب أو في هذه المعركة هو إنهاء سياسة العزل وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري ورفع مدة زيارة أهالي الأسرى خلال زيارتهم في السجون. يارا العملي، التلفزيون العربي من أمام سجن عوفر غرب رام الله. قتل شرطي وأصيب مدني إثر تفجير مدرعة تابعة للشرطة المصرية بعبوة ناسفة زرعها مجهولون شمالي سيناء. وقال مصدر أمني إن مجهولين زرعوا العبوة في شارع البحر في العريش، وإن انفجارها تصادف مع مرور أحد المدنيين. من جهته أعلن الجيش المصري أن قواته الجوية قتلت 19 من مسلحي ما يعرف بالدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء.
نظمت جمعيات مستقلة تونسية احتجاجا أمام المحكمة الابتدائية وسط العاصمة تطالب القضاء بالإسراع في محاكمة المتهمين في قضايا الفساد. وتأتي هذه التظاهرة بعد يومين من كشف رئيس الوزراء يوسف الشاهد في مقابلة تلفزيونية عن وجود مافيا فساد في أجهزة الدولة، معلنا عزم حكومته الحد من تفشي الفساد. المحتجون نددوا بالتسجيل الصوتي المسرب لصاحب تلفزيون نسمة الخاص، والذي يتضمن حملة تشويه وتحريض ضد منظمة أنا يقظ التي كشفت ملفات فساد مالي وتهرب ضريبي في شركات صاحب القناة. اليوم أنا يقظ تنظم الوقفة الاحتجاجية هذه المطالبة بإنهاء الفساد والإفلات من العقاب، خاصة أنه لقينا بطء شديد من القضاء في التعامل مع ملفات الفساد، كما القضية اللي قدمناها بشركات قروي أنت قروي في تهرب الضريبي عندها عديد الأشهر، تقريبا 7 أو 8 أشهر في عند القطب القضائي المالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ومؤخرا تحركوا بعد ما هبط التسريب الأخير نتاع نبيل القروي، دونك باش تحرك القطب القضائي المالي وقام بدعوتنا، وباش تكون عندنا غدوة جلسة استماع في القطب القضائي المالي للإدلاء بأقوالنا في قضية تهرب الضريبي لشركات قروي أند قروي. وتتابعونا في هذه النشرة أيضا لكن بعد الفاصل. فيسبوك تكشف عن وحدة سرية تدرس تقنيات قد تتيح للمستخدمين التواصل بمجرد التفكير. أهلا بكم من جديد. قتل 17 شخصا على الأقل جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت في مانيزاليس عاصمة إقليم كالداس إلى الغرب من العاصمة الكولومبية بوغوتا. وقالت الحكومة أن 57 منزلا على الأقل تضررت، فيما ذكرت وسائل أعلام محلية أن مانيزاليس شهدت في ليلة واحدة أمطارا تعادل متوسط التساقطات خلال شهر كامل. لقي طالب وطالبة مصرعهما إلى جانب أحد أفراد الحرس الوطني في فنزويلا خلال احتجاجات تندد بالرئيس نيكولاس مادورو. وخرج مؤيدو المعارضة في احتجاجات في كاراكاس ومدن أخرى أطلقوا عليها أم المسيرات، ونددوا بالرئيس متهمينه بتقويض الديمقراطية وأغراق البلاد في حالة من الفوضى. وتضخمت الأعداد إلى مئات الآلاف بعد تنظيم مؤيدين لمادورو مظاهرة مضادة في العاصمة بناء على طلب من الرئيس. وواردت أنباء عن حدوث اشتباكات في مناطق متفرقة من البلاد خلال أطول احتجاجات منذ عام 2014. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الروسي المقبل سيتم انتخابه شعبياً. ولم يؤكد بوتين ما إذا كان سيرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقرر يجرأها في مارس آذار من العام المقبل، لكن التوقعات تشير إلى أنه بصدد التمسك بولاية رئاسية رابعة. ونتوقف الآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. ضمن البنك الدولي تقريره الأخير تعديلا سلبيا بخصوص توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المصري من مستوى 4.6% إلى 3.9%. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بتراجع مستوى الاستهلاك المحلي بسبب الارتفاع القياسي لمستوى التضخم. تختلف مدينة أبها عن غيرها من مدن السعودية، وتشتهر لدى السعوديين بمساحاتها الخضراء الشاسعة وطقسها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة. وقد تم إعلان أبها عاصمة السياحة العربية للعام الحالي لتصبح أول مدينة في المملكة تفوز بهذا اللقب. يذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية كانت قد خصصت نحو 720 مليون دولار لبناء مشاريع سياحية عديدة في مدينة أبها. أصدر مركز بحوث الطاقة العالمي جي تي ام ريسيرش تقريره الربعي الدوري الذي تضمن توقعات إيجابية بارتفاع مستوى نمو الطاقة المتجددة بنسبة 9% هذا العام وسط النشاط الاستثماري القوي والمتنامي في السوق الصينية.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الطاقة المتجددة العالمي أنتج 78 جيجاوات من الطاقة العام الماضي مقارنة ب 51 جيجاوات في العام الذي سبقه. أشار المعهد الملكي البريطاني للمسح العقاري في تقريره الأخير إلى أن عقارات لندن تسجل حالياً المستوى الأدنى لها في قيمتها منذ الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة. وأشار التقرير إلى أن ذروة الأسعار التي وصلتها عقارات لندن بالإضافة إلى الريبة وحال عدم الثقة المرافقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وراء التراجع. كشفت شركة فيسبوك عن وحدة سرية تقودها رئيسة سابقة للذراع البحثية لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، وقالت إن الشركة تقوم بدراسة تقنيات قد تتيح للمستخدمين التواصل بمجرد التفكير. ماذا لو كان بإمكانك الكتابة من الدماغ مباشرة؟ الأمر يبدو مستحيلا، لكنه أقرب مما نتصور. فيسبوك تدرس تقنيات تتيح للمستخدمين التواصل بمجرد التفكير. داخل هذا المبنى كشفت الشركة عن تقنيتها الجديدة. الشركة تقول إنها تسعى إلى تحسين التكنولوجيا بما يتيح للمستخدمين كتابة الكلمات باستخدام العقل. التطبيق يتيح للمستخدمين بالفعل كتابة 8 كلمات في الدقيقة، وتطمح الشركة إلى أن يصل عددها إلى 100. ريان دويان الرئيسة السابقة للذراع البحثية لوزارة الدفاع الأمريكية تقود وحدة البحوث السرية للشركة. قد تستغرق هذه التقنية سنوات لإنجازها كما تؤكد شركة فيسبوك، لكنها إذا ما نجحت في تطبيقها فإنها من دون شك ستفتح آفاقا أمام تكنولوجيا كانت إلى وقت قريب جزءا من خيال علمي. الآن إلى الرياضة وأبرز أخبار الملاعب. ضمن إياب مباريات الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، تمكن يوفنتوس الإيطالي من الخروج متعادلا سلبيا أمام برشلونة الإسباني، وذلك في المباراة التي أقيمت ليلة أمس على ملعب الكامب نو، ليتفوق بذلك بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-0 على النادي الإسباني، وليقطع تذكرة عبوره إلى المربع الذهبي. وفي مباراة أخرى تغلب موناكو الفرنسي على بروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، ليحجز نادي الإمارة مقعده هو الآخر في دوري الأربعة للمرة الثالثة في تاريخه. ضمن إياب الدوري ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد فريق أندرلخت البلجيكي. وسعى الشياطين الحمر إلى مواصلة المشوار والتأهل إلى الدوري نصف النهائي من المسابقة. وفي باقي أبرز المباريات يلتقي بشكتاش التركي بليون الفرنسي، فيما يواجه شالكا الألماني فريق أياكس أمستردام الهولندي. مع تبقي ثلاث جولات على نهاية الموسم، يحتضن ملعب الملك فهد الدولي أبرز مباريات الجولة 24 من الدوري السعودي، تجمع الهلال المتصدر بنادي الشباب. ويسعى الزعيم الهلالي إلى حسم اللقب بعدما تأجل حسمه بعد التعادل المخيب للآمال أمام الأهلي في الجولة الماضية. تأهل الإسباني رافائيل نادال إلى الدور ثمن النهائي من بطولة مونتي كارلو للتنس يوم أمس بتغلبه على البريطاني كايل إدموند بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-0 و5-7 و6-3. تحتضن العاصمة اللبنانية بيروت للعام 13 على التوالي مهرجانا دوليا للرقص المعاصر، قدمت خلاله عروض راقصة من ألمانيا وسويسرا وإسبانيا وبريطانيا. ويختتم المهرجان بتكريم عبد الحليم كاراكلا مؤسس مسرح كاراكلا، وهو أول مسرح عربي راقص.
الحلم الممكن، هكذا توصف الدورة 13 من مهرجان بيروت الدولي للرقص المعاصر. 26 عرضا راقصا من حول العالم ستقدم على هذه الخشبة. كل فرقة راقصة تأخذ محبي هذا النوع المختلف من الرقص إلى عالمها الخاص. دورة هذا العام تتميز بمسرحها أيضا، مسرح بني خصيصا لهذا المهرجان. نجرب نلاقي مكان نعرض فيه العروض، بس كمان أكتر من مكان فيه إضاءة وصوت وخشبة، مكان لا يكون فيه رؤية، فيه أفكار، فيه توجه معين له علاقة بيومياتنا، له علاقة بالمكان اللي نحن عايشين فيه، بثقافتنا، بحياتنا الاجتماعية السياسية. ثقل الإسفنج عرض الافتتاح جمع بين الواقع والخيال، ينطلق من ممارسات الحياة اليومية إلى عمل سوريالي ينقل مشاهده إلى عالم من الأوهام. أعتقد أنها طريقة تقليدية جدا، أن نضع موسيقى ونقوم بحركات جميلة، هذا قديم جدا ولا أحد يعمل بهذه الطريقة اليوم. ما أحاول فعله هو أن أرقص للحياة، مثلا أنت مستاء في شجار فأفكر كيف الحركات تجسد ذلك. أعتقد الجمهور اللبناني يتلقى عملي بطريقة مميزة، أعتقد لدينا نقاط مشتركة في كيفية رؤيتنا للحياة. المهرجان يؤكد أيضا على عراقة بيروت التي لطالما عرفت باحتضانها للثقافة والفن في كل الأزمان، في الحرب كما في السلم. بعد سنوات من محاولات انتزاع القبول الجماهيري واستحسانه، بات اليوم مهرجان بيروت بعروضه ونشاطاته أبرز منصة للرقص المعاصر في العالم العربي. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. في هذه اللحظات ينتظر أن يصل إلى محطة الفضاء الدولية رائد الفضاء الأمريكي جاك فيشر والروسي فيودور يورتشيخين، اللذان انطلقا قبل نحو 6 ساعات من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وانطلقت مركبة حملها صاروخ سيوز روسي الصنع بمقعد خال على غير العادة، حيث خفضت روسيا طاقم العمل على المحطة حتى يجري نقل المختبر العلمي إليها في العام المقبل بعد طول انتظار. يذكر أن محطة الفضاء الدولية بلغت كلفتها 100 مليار دولار وتدور حول الأرض على ارتفاع يقارب 400 كيلومتر. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.